عدم حماية مصالح البلاد السياسية هل هي فقط وزير خارجية؟ والأمنية هل هي وزير خارجية؟ نصت المادة 123 من الدستور على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، كما نص المرسوم رقم 32 سنة 62 تنظيم وزارة الخارجية في مادتها الأولى اللي توني ذكرتها لكم. المادة الثانية من المرسوم، المادة الثانية لو سمحت. وتمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول، وعلى الأخص تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية، إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل في الكويتية والإشراف على مختلف علاقات الكويت بالخارج، تولي الاتصالات بين وزارات مصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين الهيئات أو الحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية، رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي. فحماية مصالح البلاد السياسية تعني وضع استراتيجيات ورسم السياسات العامة للدولة، مسؤولية الحكومة كلها بكل أجهزتها ولا تقتصر على وزير بعينه،